حسابات تجارية أو حسابات مصرفية. يكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. يا شعب مصر العظيم، أنتم أهل السلطة ومصدرها. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. إنني ليس لي حقوق، وإنما علي واجبات. تجربة إعلامية متميزة، أول مركز من نوعه، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورات نظرية وعملية، وعبر الإنترنت دبلومات إعلامية متخصصة. الخيار الأول للمحترفين والهواة على حد سواء. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، بيئة متكاملة للإبداع. وطني أجمل الأوطان، يا اسم الله الفنان، عنوانك تاج في عمري. وطني نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة .net. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك .الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة.
back up to the wall, lad. This wall is as far as we can go. المحكمة بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. ازاي كمان يطلع براءة؟ ازاي قال يطلع براءة؟ العدل ما اتحكمش عليه بالاعدام ليه؟ مجرد والعدل بس اللي مؤبد، الباقي كله براءة. الاحكام غير مرضية للشعب، اهالي الشهداء غير راضيين على الحكم. أهلا بحضراتكم وجولة جديدة حول أسعار الخضروات والفاكهة. إذا تعرف بحضرتك؟ أحمد رجب الحاج كالوش. أهلا وسهلا حضرتك، قولي بقى أسعار الفراخ النهاردة إيه؟ الفراخ البيضاء أسعارها النهاردة 17 جنيه جملة. 17 جنيه جملة، وحضرتك بتبيعها بكام للمواطن؟ بتبيعها ب 18 جنيه زادت قد إيه الفراخ؟ زادت 7 جنيه. 7 جنيه مرة واحدة؟ أنا البيع للضعف. خليني بس اقول الفراخ البلدي بكام؟ 22 جنيه. كانت بكام؟ كانت ب 15 جنيه. زادت 7 جنيه برضه. والفراخ البيضاء كانت ب 10 جنيه. 22 جمله ولا 22 للمواطن؟ 22 جنيه جمله. حضرتك بتبيعها بكام للمواطن؟ 23. 23 يعني زادت 8 جنيه. طيب ايه اسباب الزياده؟ اسباب الزياده ان اصحاب المزارع بيتحكموا في الناس ومفيش رقابه عليهم. بس الحراميه كمان بتطاردنا. مين الحراميه اللي بتطردها؟ قطعين الطرق بتردونا. يعني حضرتك انا طلعنا من الحكومه لقينا قطعين الطرق. طلعنا من الحكومه لقينا قطعين الطرق بتطردنا. بس زياده النهارده، قول لي حركه البيع والشراء عندك ازاي؟ حركه خالص، انا كنت ببيع ب 15000 جنيه فراخ، النهارده ببيع ب 6000 جنيه. انا كنت احسن واحد شغال ببيع ب 15000 جنيه كل يوم فراخ، النهارده ببيع ب 6000 جنيه. اقول لك المواطن لما بيجي حضرتك وتقول له ان الفراخ ب 17 جنيه او ب 24 جنيه بيسيبني ويمشي. بس ما معهوش يشتري. مفيش شغل يعني. مفيش جو خالص، مفيش بقى ولا شراء. طب قول لي كيلو الوراك بكام؟ ب 19 جنيه. كان بكام؟ كان ب 12 جنيه. 19 جنيه؟ زاد 7 جنيه. والفيليه زاد 10 جنيه. كان ب 28 بقى ب 40 جنيه. والبانيه بكام؟ ب 40 جنيه الوقت. كان بكام؟ كان ب 30. مفيش شغل، قال لي عرفت. والكبد وانس كان ب 15 جنيه بقى ب 22 جنيه. الكبد والقوانص بقت ب 22 جنيه. الحاجه بتاع الغلابه كانت ب 3 جنيه بقت ب 7 جنيه. الهياك كانت ب 3 جنيه بقت ب 7 جنيه. مفيش فلوس في البلد. مفيش شغل اساسا. قول لي حضرتك لما بتيجي تشتري ايه رايك في الاسعار؟ تعليقك على الاسعار. والله احنا زي ما تقول ما فيش فلوس عشان نشتري فراخ، واخد بالك؟ الفراخ ب 17 ب 18، اروح نجيب كل جناحها مثلا، واخد بالك؟ على قد فلوسي، انا ظروفي تعبانه يا محمود، ما فيش شغل، واخد بالك؟ ما فيش فلوس في البلد، والبلد واقفه، واخد بال حضرتك؟ وربنا يسترها ان شاء الله. حضرتك اتسوقت النهارده ولا لسه؟ لا لسه، انا رايح شغل. الاسعار لسه بيكلمنا على الفراخ. ظلم، حرام يعني، في ناس غلابه كتير. ناس غلابه كتير محتاجه، هو سايبنا يعني مبادل الناس، حرام يعني. ايه اسباب ارتفاع الاسعار بالطريقه دي؟ ارتفاع الاسعار المصاهرات، الشغب اللي بيعملوه ده. الناس اللي عايزه توقع البلد دي. انت بتبيعي في السوق ولا تسوقتي ولا بسواقي؟ بنبيع في السوق. بتبيعي ايه؟ بنبيع خضار. ايه الاسعار
اخبار اسعار الخضار النهارده؟ اسعار الخضار كويس بس ما فيش بيع. بيع ليه لما هو كويس؟ مفيش بيع، يعني الخضار كويس بس مفيش بيع، محدش معاه فلوس يشتري. طب بكام الطماطم النهارده؟ الطماطم النهارده بجنيه. بجنيه 80. الطماطم بجنيه و80؟ اه وبجنيه وربع احلى حاجه. والخيار بكام النهارده؟ الخيار ب2.5 و3 جنيه. ب2.5 و3 جنيه؟ اه. والبسله بكام النهارده؟ بخمسة. طب وايه اخبار حركه البيع والشراء؟ مفيش حركه، مفيش، محدش بيشتري، مفيش فلوس. كل اللي تقول لها خدي حاجه تقول لك مفيش فلوس اخد اعمل بيه ايه. كل واحده بتاخد على قد حالها بقى، على قدها. اه عشان تمشي هتعمل ايه؟ نص كيلو، ربع كيلو، اه اقل حاجه خالص. شكرا، شكرا لحضرتك. سوقت ولا لسه يا حاج؟ لا لسه والله. انا السوق يعني هي اللي هنجيبوه، يعني هي اللي هنجيبوه ولا حاجه. هو لاقين حاجه احنا قمت نجيبوا حاجه ولا حاجه لاقين، ومش عارفين احنا رايحين فين بالظبط، ولا عارفين احنا مصيرنا ايه، ولا ايه اللي ايه بالظبط اللي انتوا عاوزينه، ايه اللي البلد رايحه فين وجايه منين. حضرتك اتسوقتي ولا لسه؟ جابت التومين يا اختي، انا جابت التومين وجايه، بس الحاجه والله غاليه نار يا حبيبتي، كل حاجه غاليه نار. الناس مش عارفه تعيش، الناس مش عارفه. الفراخ غاليه، الفراخ غاليه، التومين شالوا نصه ودونا نصه، ونروح لبتاع التومين في اي حته اقول لك ما فيش، لسه ما جاش، لسه مش عارفه ايه، والحاجه غاليه والله. نتكلم. ايوه احنا كلنا بنعاني من الاسعار والله، يعني كل حاجه غليت، الفراخ غليت وكل حاجه غاليه. اتكلم على وقف الحال يا حاجه، وقله الشغل اللي قله الشغل يعني الفراخ. الناس الغلابه اللي ما كانوش بيشتروا اللحمه دلوقتي عادت الفراخ اسخن من اللحمه، اسخن من اللحمه، اغلى من اللحمه دلوقتي. الكيلو ب 20، البنات ب 40 جنيه، يعني حرام. الهياكل اللي ما كانش حد بيشتريها دلوقتي ب 10 وب 12، من ايه؟ من غلو الحاجه. بس يا فندم، هو الناس اللي اساسا المزارع اصحاب الفراخ عايزين نتكلم بقى. ثواني، ماشي بقول لك اصحاب المزارع، اصحاب المزارع بتاعه الفراخ، تسالهم كده بقول لك الاسعار. بتتسوق ولا بتبيع في السوق؟ لا انا ما بتسوق، يعني تسال، يعني بعرف ناس كده بتاعت اصحاب مزارع وبتاع كده. الاعلاف بتاعه الفراخ ديت تيجي من بره مستورده، مع ارتفاع سعر الدولار والتضخم كده، فهي اللي اثرت على اسعار الاعلاف يعني. لكن حضرتك ما اشتريتش اي حاجه دلوقتي من السوق؟ لا لسه. سوقتي ولا لسه داخله تسوقي؟ كل حاجه غاليه، يعني حتى كيلو البصل، بصل يا اختي، كيلو البصل ب 4 جنيه وب 5 جنيه، عقل كيلو خضار ب 5 جنيه، يعني كله غالي فعلا. يعني كيلو اللحمه بقى ب 60 جنيه دلوقتي، والفراخ ب 17 و18 برشة، يعني كل حاجة غليت فعلا. ناس مش عارفة تعيش فعلا، يعني في ناس صحبات عيال، في ناس صحبات عيال مش عارفة تمشي فعلا. أسعار وحشة، يعني لكم وحشة. خلينا ننتقل لمكان آخر. من أسعار الفاكهة عايز إيه؟ يعني مش عاجبه ده، مش عاجبه ده، استنى يا عصابة أقول رأيي. يبعى استنى، الشعب عايز إيه؟ ولا عاجبه ده ولا عاجبه ده، عايزين إيه الناس؟ مصر خلاص هتولع، مصر خلاص ضاعت، عايزين الناس وشيلوا ده وحطوا ده وشيلوا ده، ايه والاخر فيه ايه؟ انت شايفه الحل ايه حاجه؟ طيب الحل المفروض الناس تهدى، يشوفوا له هيعمل ايه، يستنوا عليه، يصبروا. ما ينفعش البلد هتولع نار وهتقوم حرب بسبب المظاهرات اللي كل شويه دي، هتقوم حرب بسبب الموضوع ده. انت قول لي حضرتك، انا سجلت معاك، هنرجع بس كده. بكام الموز؟ الموز دلوقتي ب 4 جنيه. الفراولة بكام؟ الفراولة ب 5 جنيه. كان بكام الموز قبل كده؟ الموز كان ب 3.5 وب 2.5، دلوقتي ب 5 جنيه، حرام ولا مش حرام؟ الفراولة كانت بكام قبل كده؟ الفراولة كانت ب 7 جنيه. ودلوقتي؟ دلوقتي وصلت 10 جنيه الفراولة. أنت كاتب عليها 3.5 ليه؟ ده بايتة. بايتة، عايزين أبيعوها. 10 ياك. طب ما انت كاتب على الموز 3.5 مش 4. كاتب 3.5 و4 اهو ب 4 جنيه. احنا عايزين الشرطه تنزل الشارع عشان البلطجيه والامن، الناس تعيش، الحراميه اللي يسرقوا الناس، والناس مش عارفه تاكل عيش. بلطجيه يروح يثبتوك، يثبتوك ياخدوا اللي معاك. بتبيع في السوق هنا؟ اه ببيع فرش العيش، فرش عيش والنعناع الشامي. مين بيثبتك؟ انا ما بيخش على الشارع يثبتوه البلطجيه والعيال والامن، ما فيش. فين الحكومه في الشارع؟ فين الحكومة في شارع السودان؟ ثبت البنات واغتصب البنات،
فين انت؟ فين محمد مرسي؟ بالنسبه هنا للسوق، بالنسبه هنا للسوق انتوا بتحموا السوق بتاعكم؟ بنحمي ايه؟ بنحمي كل واحد بيحمي نفسه، احنا كل واحد يحمي بيته وعياله. سوقتي ولا لسه؟ لا انا مش مستورد. جبتي ايه النهارده؟ جبتي زيتون لسه جاي من المستشفى. ايوه الحمد لله على سلامتك. طيب ايه رايك في الاسعار النهارده؟ كويسه الحمد لله، بس بقول لك عاوزين مصر تعمر وتبقى كويسه، ادي اللي احنا عاوزينه. مصر الامه العربيه كلها تبقى كويسه كده، ولا حد يتخانق مع حد، ولا حد يتخانق مع حد. عايزين الامه العربيه كلها تبقى كويسه معانا. ماشي فازل تبقى حلوه كده ونبقى كويسين مع بعضينا. رايك في الاسعار النهارده ايه؟ الاسعار برضك التجار هي اللي ماسكه اللعبه، التجار هي اللي ماسكه اللعبه، والاساس سوق العبور، هو الفساد كله بسوق العبور، الفساد كله بسوق العبور والتجار برضك ماسكه. واللي بيقول لك الفراوله بخمسه، انا لسه جايبه الفراوله باتنين ونص وجايبه الموز بتلاته، يعني دوت حرام اللي هم بيعملوه، بيولعوا البلد وبيعملوا ده كله، ده حرام، دوت حرام اللي هم بيعملوه ده. البلد مولعه، الناس لا قاعده، حرام. شاريها من نفس المكان هنا، من شاريها من هنا من قدام شويه. تعالي اوريهولك لو انت عايزه، تعالي اوريهولك. هم كده بيقولوا بيولعوا البلد، حرام. انت تسوقتي ولا لا؟ وريني اشتريت. انا شغاله في حضانه دلوقتي، الاسعار كل ما تغلى المرتبات زي ما هي، المفروض المرتب يعلى، حاجه تغلى المرتب يعلى، لكن الحاجه بتغلى والمرتب زي ما هو، اللي هو محدود الدخل ده هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ الناس هتاكل ازاي؟ فبتلاقي محدود الدخل ده اتهرس تحت الرجلين، مش عارف يجيب حاجه. تلاقي اللي معاه الفلوس هو اللي واخد السوق، هو اللي بيعمل كل حاجه، والتاجر عايز اللي هو بياخد منه. انت شايفه ايه سبب ارتفاع الاسعار او بعض السلع؟ ما اعرفش ارتفاع الاسعار ده، السوق طالع نازل ازاي ما تعرفيش. حاجه تبقى جايباها امبارح رخيصه فجاه بتلاقيها غاليه، يعني كل حاجه غاليه. الاطفال دي طالعه لاقيه ايه قدامها؟ طالعه بتعاني اصلا، والكبير اصلا بيعاني كمان. يعني ما فيش اي حاجه قدامنا ان احنا نحكي عليها، وحاجه ان احنا نقول ان البلد بقت نطمن ليها. بس خلينا اتفضل حضرتك، خلينا نكمل جولتنا في السوق. حاضر حضرتك اتكلم، يعني حضرتك قلت رايك، خلينا بس نشوف بقيه الاسعار. ازمه مش هتصور خلاص. قولي حضرتك تعليقك على الاسعار في السوق النهارده. زي الزفت. جاي تشتري ايه النهارده؟ انا مش جاي اشتري ولا حاجه، انا رايح الشغل، بس الاسعار زي الزفت. عادي عادي كده. في شباب الخريجين، انا راجل مخلص لسانس حقوق 2008 تقدير عام جيد جدا، ما لقيتش اي وظيفه في اي مكان، ومسافر السعوديه. يعني انا حرام، يعني المفروض الدوله تشغلني في اي حاجه بدل ما اسافر برا بلد. انت بتشتغل دلوقتي ايه؟ مسافر في السعوديه وتشتغل هنا؟ مسافر على الله، مش عارف نفسي اشتغل ايه. اشتغل اي حاجه، اشتغل عامل اقل حاجه. يعني اشتغل ايه؟ الحكومه وصلت. بعد اذنك كده قولي لي اشتريتي ولا لا؟ اشتريتي. ايه رايك في الاسعار النهارده؟ الحمد لله. يعني الاسعار كام؟ الحمد لله. نتكلم على الاسعار النهارده. ايوه حضرتك انا سجلت معاك، خليني اكمل. طيب خليني اكمل. قولي النهارده الفراوله بكام عندك؟ ب 2.5 و 4.10 عادي. يعني 2.5 و 4.10. ايوه بس هي لما تيجي الصبح طازه تبقى 3.5، لما تبيع تبقى 2.5. طب والموز بكام؟ الموز ب 3.5 و3 في ب 4، جميع الاسعار. يعني هو الموز زي ما نجيبه احنا بنجيب فيه حسب السوق في العبور. يعني جبنا موز غالي هنضطر نبيعه غالي هنا، جبنا موز رخيص هنبيعه رخيص. بس يعني الاسعار لما ترفع مش عندنا احنا، انا غصب عني اجيب موز عالي ابيعه زي رخيص هنا. تيجي تقول لي زي موز باربعه، اقول لك ليه باربعه؟ انتوا حراميه وانتوا نصابين. ليه يا عم؟ انا هجيبه غالي برضك، هجيبه مثلا هجيبه ب 3.5 والعبور ابيعه بكام هنا؟ اسف على ربع جنيه، ليه ربع جنيه فيه؟ بس هم هان عليهم التسعيره وبس. يقول لك لا ب 3.5. يا عم 3.5 مش هينفع. انا كبياع يعني غصب عني جايب موز سعره غالي فاضطر نبيع غالي. بس طيب ايه سبب ارتفاع الاسعار؟ مش الموز والفراوله بس، لكن الخضروات والفراخ وكل ده، حضرتك بما انك موجود في السوق. بما اني موجود في السوق يعني هي بصي ما دقيقه يا عم حرب. هو الغلو يعني من التجار الكبيره مش من عندنا احنا. التجار الكبير كلهم يد واحدة، نظام احتكار، محتكرين سلعة.
هيتفقوا كلهم على سعر واحد. اشتري منك حاجه انا اقول لك مثلا باربعه، هتقولي لي لا مش هتنفع مش عارف، اروح لواحد غيرك يقول لي برضك باربعه. هم يعني الحته الحلوه فيهم او وحشه بالنسبه لنا احنا كلنا ان هم التجار الكبيره على سعر معين كلهم، ما ينفعش تسيب اي حاجه. ما شكرا. عايز اتكلم عن موضوع الاسعار، الاسعار زي الزفت، وعايز اتكلم عن مشكله البلد. احنا مش حاسين باستقرار، كل شويه الاسعار زي لا ما انا سويته والله. جبتي ايه النهارده بقى؟ قولي لي جبتي ايه وبكام؟ جبتي اللهم صل على النبي، جيبي حاجه، جبت حاجات محشي، ورق عنب وبدنجان. ورق عنب بكام؟ جبتيه بكام؟ ب 11. والقوطه حلوه رخيصه يعني، والبطاطس. انت جبتيها بكام القوطه الكويسه؟ اللهم صل على النبي، القوطه الكويسه بجنيه وربع. ونص. والبدنجان بكام؟ البدنجان للعروس ب 3 جنيه، والابيض جبته ب 5 عشان محشي. انت شايفه ايه رايك في الاسعار اللي حضرتك اشتريتي بيها النهارده؟ اشتريتي فراخ النهارده؟ لا والله انا عندي لحمه وجايبه بني 28. جايبه البني 37. 37 لا ب 37. انا والله ما بحب الفراخ البيض اصلا يعني، عيالي بس، انا بحب اللحمه وعندي لحمه كتير في البيت، بس جبت لهم الفراخ البني دي عشان هم بيحبوها بس. تعليق حضرتك ايه على الاسعار اللي انت اشتريتيها؟ شايفاها كويسه مناسبه غاليه؟ والله حسب الظروف يعني، الاسعار اصلا ما بتنزلش، الاسعار بتعلى يعني. انت احنا حسب الوقت بنمشي، حسب الوقت يعني. انت شفت افراق اسعار بتنزل لورا يعني ولا صعب؟ طبعا لا، بس احنا اسعارنا هنا بقى حلوه يعني، كويسه الحمد لله. شكرا، جزاك الله خير. قولي لي النهارده ايه رايك في الاسعار النهارده؟ غاليه جدا بصراحه. ما انا طب بصي كل للكاميرا. طيب بصي للكاميرا. كل الاسعار غاليه يعني، خليها بالله. ما بقاش انت شايفه ظروف الناس بقت عامله ازاي؟ ولا في شغل اساسا، ولا في شيء، اسعار ترخص عشان احنا نقدر نجيب حاجه. انت كنتي نازله السوق تشتري حاجات البيت بتاعتك؟ انا كنت بطعمها النهارده. لكن مش نازله تشتري؟ لا النهارده مش نازله اشتري حاجه. لكن انت مريتي شفتي الاسعار؟ طبعا يعني، امبارح كنت بجيب اكل، ما الحاجه غاليه جدا، والفراخ بص بقت وصلت لكام، فمش عارفين ان احنا نجيب حاجه دلوقتي. واقول بقى ايش وكل عافيه. طب خير انتقل الى زي حضرتك. ازيك يا باشا؟ اسعار الفراخ النهارده كام؟ اسعار الفراخ النهارده مولعه، الزبون قاعد اهو مش عارف، ولا الزبون عارف ياخد ولا احنا عارفين نشتغل. رايك النهارده ايه في سعر الفراخ؟ والله وسعرها يوم في الطالع يوم في النازل، بس هي بقى لها كذا يوم يعني غاليه. شريتيها بكام النهارده؟ ب 16 ونص. ايه سبب ارتفاع سعر الفراخ النهارده؟ مغلي الفراخ؟ لا، ايه سبب ارتفاع سعرها النهارده 8 جنيه و7 جنيه؟ مش النهارده، ده بقى لها 20 يوم على كده، بقى لها شهر واكتر من شهر على كده الفراخ. ايه السبب؟ السبب ان بيقول لك ما فيش علف في المزارع، ما كتكوت غالي والعلف غالي والعلاج غالي، فطبعا كل حاجه ديت بتضاف على سعر الفراخ. فكده كده الزبون مضطر، اللي بياخد فرختين بياخد فرخه. احنا مش شغالين ويا دوبك زيت على الفاضي بس. حركة البيع والشراء معاك؟ واقفة طبعا، من نص من نص. يعني دلوقتي الزبون لما يجي يسأل ويلاقي الفراخ غالية، بيشتري منك نفس الكمية اللي كان بيشتريها منك قبل كده ولا بيقللها؟ بيقللها، بيقلل طبعا. اللي بيبقى 100 جنيه بياخد فرختين وبيمشي، بدل ما ياخد 3 فرخات ولا 4 فرخات. بس فاحنا عايزين الدنيا تحلو يعني، عشان الناس كلها تشتغل، الزبون ياكل واحنا نشتغل وكله يشتغل. شكرا لحضرتك. ايه رايك في الاسعار النهارده؟ غاليه والله. شاريه الفرخه بكام؟ 17 البوراك. شاريه البوراك الكيلو ب 17؟ كنت بتشتريه بكام؟ لا كان ارخص من كده طبعا يعني، الحاجه بقت في النور كل يوم في العلالي يعني. شكرا. شكرا. ايه رايك في الاسعار النهارده؟ والله الاسعار زي الزفت على الاطران، بعد عنك ما عارفين نجيب حاجة. كيلو الوراك ب 17 جنيه، يعني هنأكل عيالنا ايه ولا هنعمل ايه؟ يعني الحياة صعبة.
حضرتك شاري خيار و... لا ده حاجات okay. للبيت عشان انزل اجيب شويه فاكهه وشويه خضار 30 40 جنيه. فين الحاجات دي دلوقتي؟ لان يعني الاسعار ديت من زمان ما شفناهاش. انا بس عايز حضرتك بس الكاميرا ده فرن عيش تشوف الرغيف بريال عامل ازاي. لو كفه طفل صغير اتحدى. فانا من خلال القناه بتاعتي بوجه بس رساله للدكتور محمد مرسي والسيده الفاضله وزيره الشؤون الاجتماعيه، قلت زياده معاشات وقلت زياده اجور ومرتبات، فين الكلام ده؟ الناس ديت الغلبانه دي كلها انا يمكن ربنا مقدرني وبقدر اجيب، الناس الغلبانه ديت هتجيب منين؟ بقى لكم 100 سنه من ساعه ما مسك محمد مرسي بيقول لك غلاء الاسعار، هنزود الاجور، هنزود المرتبات وهنزود المعاشات، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ واحد طفل زي ده كده مصروفه في اليوم لو كفى 5 جنيه ابوه بيقول له الحمد لله. وانا متشكر. انا سجلت مع حضرتك من فضلك، من فضلك سيبني اكمل بقى الحاج عايز يتكلم لو سمحت. منهم من هو من الكلبه وده دون إساءة لأحد يا حاجة. شكرا يا حاجة، عفوا على هذا اللفظ، أعتذر للسادة المشاهدين على هذا اللفظ. نحن إيه أخبار اسعار الخضر وقت النهارده؟ قولي لي الجزر بكام؟ الجزر ب 2 جنيه. الجزر ب 2 جنيه. خس بكام؟ خس ب جنيه. خس قد ايه بجنيه؟ حرام. الشبت والبقدونس خضره 3.5 جنيه. 3.5 جنيه. والفاصوليا الخضراء بكام؟ فاصوليا بخمس. الفلفل ده ب 8 جنيه. ايه الحاجه اللي جت في ايه؟ احنا الفلفل ده ب 8 جنيه. ورق العنب ب 12. ورق العنب ب 12 جنيه. بسله بخمس. ملوخيه بكام؟ خمس. شايف محمود ولا مش شايف؟ والتوم يا حاجه بكام؟ الشبكه ب 4 جنيه. والقرنبيط؟ يعني مش كله بقى، ده دي بالذات مالهاش سعر. عايز قد ايه؟ عايز قد ايه؟ شايفنا دلوقتي. ورق الكرنب. ليه؟ الكرنب بكام؟ يعني الكرنب فيه بخمسه، فيه بثلاثه، فيه باربعه كده يعني. ماشيه درجات. حاجه قولي لي ايه الاسعار؟ هل هي غاليه؟ كويسه؟ هو الجو كله وحش. وحش. مفيش شغل، مفيش بيع وشراء، مفيش لقمه عيش، مفيش خلاص. كل سنه وانت طيبه كان زمان. وحركه البيع والشراء حاجه؟ ميته جدا 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 فوق ما تتصوري. هاتي. شكرا لحضراتكم، كانت هذه جوله داخل سوق بلاقه الدكرور حول اسعار الخضروات والفاكهه. في الفترة الأخيرة لوحظ ازدياد ظاهرة العنف في الشارع المصري، يعني عندما تكون هناك مشاجرة بين مواطن ومواطن على شيء عادي تتحول الأمر إلى مشاجرة قوية. ده ظهر في محافظات مختلفة في الفترة الأخيرة، وظهر أخيرا في منطقة شبرا أيضا كان هناك مشاجرة، يعني ظاهرة العنف اللي بدأت تزداد. حضرتك من وجهة نظرك كده إزاي نقلل من ظاهرة العنف دي ونقضي عليها في الشارع المصري؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، دي مشكلة كبيرة جدا. في الاول وفي الاخر احنا بنقول الشرطة كلام جميل، لكن المواطنين لازم بقى في عندهم نوع من انواع الترايش شوية. بمعنى ان النهاردة المفروض نبقى هادين، نبقى عقلاء. الحاجات اللي بتحصل دي حاجات غير طبيعية، دي نمرة واحد، دي اساسي. نمرة اتنين والسبب الرئيسي، فين الشرطة؟ الشرطة فين؟ يعني غياب الشرطة النهاردة ايه الاسباب اللي مخليها الراجل الشرطي النهاردة مش موجود في الشارع المصري؟
ليه مش موجود زي الاول؟ ليه انا كمواطن مش حاسس بتواجده؟ ايه الاسباب دي؟ ليه؟ هل دي سياسه لاغراض معينه؟ الله اعلم. هل دي تظبطات لحاجات معينه؟ الله اعلم. بس ده حضرتك ده العامل الاساسي، لان انا احساس النهارده كراجل مجرم، لو انا راجل مجرم وجود الشرطه النهارده بيحد على الاقل من اجرامي، ولو انا راجل مواطن محترم اما بلاقي الشرطه النهارده او الشرطي بيأدي دوره وبيأدي مهامه انا ببقى ماشي مطمن، زوجتي اولادي كل المواطنين ماشيه مطمنه، انما مفيش الكلام ده كله. دي النهارده وصلتنا لمرحله ان كل واحد عايز يعمل اي حاجه في اي وقت وفي اي حته ومش فارق مع اي حاجه. حضرتك ربطت لي دلوقتي زياد ظاهره العنف بالغياب الامني، طب من وجهه نظرك بقى ازاي نقلل هذا العنف الان في الشارع؟ لابد من تواجد الامن في الشارع، الناس دي تنزل النهارده والقانون يتظبط، القانون ده مش مكتوب عشان يبقى على ورق ونقعد نقرا فيه او في منشط جورنان او في حديث في تلفزيون، انا لازم احس بالراجل ده بزيه قدامي زي الاول، ان كان في عناصر في الشرطة كانت سيئة ودي نعترف بها كلنا كمواطنين مصريين، إلا أن في الغالب أو الغالبية بتاعتهم في عناصر كويسة جدا جدا وكانت بقى تقدم أهمها على أكمل وجه، ما كنتش حاسس بالبلطجة وبخطورته زي دلوقتي. النهاردة حضرتك مكان زي اللي احنا واقفين فيه وسط البلد ده، وسط البلد ده كان متنزه للأسر المصرية محدودة الدخل، كان ياخد مراته وينزل يجيب شويه لب ويلف بيها. النهارده وسط البلد بتسمع فيها البتاع اللي هو الصواعق، بتلاقي فيها ضرب نار، بتلاقي فيها سكاكين، بتلاقي فيها سلاح، بتلاقي فيها مش عارف ازاي الكلام ده. شكرا جزيلا. يعني ما زال حديثنا مستمر عن ظاهرات العنف في الشارع المصري. اسالك الاول، انت يعني هل حضرتك تابعت خلال الفتره الاخيره هل فعلا في وجود ازدياد لظاهره العنف في الشارع موجوده او انت لاحظتها بنفسك؟ هو ظاهرة العنف ظهرت عقب ثورة 25 يناير، وطبعا كان سببها الأساسي أو الرئيسي الانفلات الأمني اللي تحول بعد كده إلى فوضى أمنية. لا شك أن غياب دور الشرطة هو الأساسي في زيادة العنف، بالإضافة إلى أن غياب دور الدولة كدولة أدى لإحساس كل واحد إنه اللي عاوز حاجة بيعملها، وبالتالي يمكن أقرب مثال على ذلك أحداث شبرا، إن النهاردة بسبب مباراة كرة قدم 3 يموتوا و24 يصابوا، ده طبعاً ده بيؤكد غياب دور الدولة ككل، بالإضافة إلى إن أعتقد أن هناك تعمد إضعاف الشرطة أو تعمد من مين يا فندم؟ التعمد ده من مين؟ هي الجهات التنفيذية، يعني لأنه ما أعتقدش إن هم عاجزين عن إنهم يجدوا حل ليها، ده استحالة، لأن أكيد ممكن إحنا نضم جهة أمنية لجهة تانية، ممكن نضم يعني عايز أقول فرد مثلا بدل ما يبقى اتنين يبقى تلاتة، يعني عندنا النهاردة أجهزة أمنية كتيرة ما بتشتغلش، ما نضمها للشرطة ونقوي قبضة الشرطة. حضرتك شايف ان في علاقه بين الازمات السياسيه الموجوده الان في الشارع والازمه الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد بزياده العنف لدى المواطنين؟ يعني لاحظنا خلال الفتره الاخيره ان بعض المواطنين العاديين اصبح لديه بعض من ازدياد في العنف، هل ده في ربط بينه وبين الازمات السياسيه اللي بتمر بها البلاد او الازمات الاقتصاديه، ولا ده بيبقى شيء بينبع من ثقافه المواطن نفسه؟ الازمه الاقتصاديه والأزمة الأمنية الاثنين مع بعض هم عبارة عن وجهي لعملة واحدة، بس وسببها في الأصل غياب الدولة، غياب هيبة الدولة في حد ذاتها. يعني احنا انتظرنا قدوم الرئيس محمد مرسي باعتبار رئيس جمهورية ويعود الأمن، لكن احنا ما لقيناش في تحسن ولا في تغير، وده ما يدعو للأسف الشديد. يعني العفو يا فندم. شكرا جزيلا. تفضل يا فندم. يعني الحديث مستمر عن ظاهرة العنف، أكيد أنت كشاب لاحظت خلال الفترة الأخيرة الكلام عن زيادة العنف، هناك بعض المحافظات بعض المشاجرات من مواطنين تتحول إلى مشاجرة كبيرة، خلاف على موضوع بسيط يتحول إلى قتل وسحل، إزاي إحنا كمواطنين وكمصريين رؤيتنا إيه إن إحنا نقلل من مثل هذه الظواهر الجديدة على المجتمع، ظاهرة العنف اللي ازداد زيادة عن اللزوم في الفترة الأخيرة؟ أول حاجة اختفاء دور الأمن في الشارع. الشرطة مرتباتها زادت ومقابل ايه بالظبط؟ فين دور الشرطة مقابل ان مرتباتها زادت عشان تقوم بدورها الامني؟ مفيش خالص. ثانيا غياب الوازع الديني في الشارع، احنا بشعب متدين، لكن اللي بيحصل في الشارع المصري ده مش عادات شعب مسلم. الواحدة لو مشيت لوحدها في الشارع استحالة تكون امنة انها بتمشي في الشارع،
فغياب الوازع الديني عند الشعب المصري. شايف ان في دور لرجال الدين في الازهر وفي الكنيسه لتوعيه المواطنين لمثل هذه الظواهر، ظواهر العنف، ان المفروض نقلل منها او نفعل دوله القانون؟ وهل العنف ده بيقلل فعلا من هيبه الدوله ومن دوله القانون من وجهه نظرك؟ ولا نبدا نرجع الوازع الديني عند الشعب، نشوف شخصيات زي سيدنا عمر، الشخصيات الاسلاميه، وازاي يعني كنا احنا كمسلمين عاداتنا زمان غير عادات الغرب حاليا. الغرب حاليا لو انطفى النور في الشارع هتحصل جرائم، لكن احنا كمسلمين المفروض انا اخاف على الشارع ده بتاعي. مفيش عندنا كوازع ديني خلينا انا اهتم بالشارع بتاعي. احنا حتى الوسائل العامه احنا ما بنحافظش عليها، احنا بندمرها بنفسنا. طيب يعني ما زال الحديث مستمر وبنتكلم مع بعض عن ظاهره العنف، لو انت كشاب كده ليك رؤيه او تنصح بيها احد المواطنين اللي ازدادت هذه الظاهره لديه، ظاهره العنف ايا كان الاسباب، انت ممكن تنصحه بايه او ايه رؤيتك نقلل ازاي من هذه الظاهره؟ والله حاليا نبعد عن المطالب الفئويه اللي احنا بنطالب بيها. لو ما بتلاش نخاف على البلد مين هيخاف عليها غيرنا؟ احنا ما بنخافش على البلد حاليا. كل اللي بيحصل ده احنا بنخرب ونحرق في المباني والكلام ده كله، مش ناس بتخاف على البلد. شكرا. دي مصالح شخصية. شكرا جزيلا. يعني يا فندم الحديث اليوم عن بنتكلم عن ظاهرة العنف في الشارع المصري، لكن انت تابعت الحوادث الأخيرة. أولا أنا عايز أسأل حضرتك، أنت بتسكن في أي منطقة؟ أنا اللي أسأل حضرتك، أنا عندي مصنع صناعات صغيرة كان بيلم 20 عامل في الحكومة اللي سابقة، فضلوا يقولوا لنا رخص التشغيل. أنا طلعت الجبل وقفلت في دار السلام وطلعت الجبل، عملت مصنع وشقيت فيه وجبت معدات، في الاخر فضلت الحكومه اللي فاتت تضغط عليا لحد ما قفلت. جت الحكومه الجديده ما عملتش اي تشاولات، ضغطت عليا اكتر، رحت قافل وسني 48 سنه، سبت مهنتي وقاعد عاطل مع ان عندي مصنع في معدات بملايين. من فكر الحكومه كل يوم يجي لك مكتب العمل تدي له الرشوه يرجع يبعت لك زميله. مصنعك ده فين يا فندم؟ مصنعي في مدينه بدر في الميت فدان، مصنع بيعمل اوض نوم. ما وصلتش مع المسؤولين في هذا الامر؟ سأل عننا في عهد حسني مبارك وفي العهد اللي احنا فيه ده، فلازم الصناعي اللي اتشرد ده لازم يخرج يضرب ويسرق. طب ما انتوا قفلتوا في وشه لقمه العيش، يعني اهم حاجه ان هم يفهموا توفير لقمه العيش. النهارده الموظف ما اتضرش، اللي اتضر العامل اللي كان رزقه على الله اللي في الشارع. بلدنا طايفه معمار، في حديد يوصل ل 6000 جنيه واسمنت ب 800 جنيه، ما خلاص احنا كلنا كده هنشتغل حراميه. بالطبع يعني السرقه بتيجي منين؟ من الاحتياج. يعني واحد عنده عيال ومش شايفهم مش هين ياكلوا، ما الشيطان هيلعب بيه. يعني يا ريت حد من المسؤولين يدور علينا ويشوف احنا مصانعنا قفلت ليه. انا ورش مصنع صغير كنا 20 عامل، يعني 20 عامل فضلوا يحاربوا فينا ويقفوا ضدنا بقوانين غريبه يعني. يعني بالطبع ورساله حضرتك وصلت للمسؤولين بخصوص هذا المصنع اللي حضرتك بتعمل فيه. نرجع بقى لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه، يعني بالطبع رسالتك وصلت اكيد. أيوة. نرجع لموضوعنا احنا بقى في فقرتنا الان بنتكلم عن ظاهره العنف في الشارع. العنف، ما هو ده العنف. هو ده العنف، ان انا كنت بقوم من النوم اروح مصنعي الاقي فلوس، ما الاقي فلوس. طب شايف ان ده ممكن يكون سبب لازدياد ظاهره العنف لدى المواطنين؟ يعني لو عامل فقد وظيفته او فقد ده ممكن يسبب لديه بعض العنف الداخلي النفسي. انت عندك طفل هيموت عشان ازاد الدواء كحه، تعمل ايه؟ هتشرق وهتضرب ما بتفكرش. ما بتفكرش. يعني يا ريت هم يعني يحاولوا يحلوا. وشكرا لحضرتك وجزاك الله خير. تمام، وصلت رساله. وصلت. اتفضل يا فندم. يعني ما زال الحديث مستمر عن ظاهرة العنف، بنتكلم عن ظاهرة العنف في الشارع المصري. حضرتك ساكن في أي منطقة؟ شبرا الخيمة. طب قول لي، يعني أنت بقى في شبرا، هل لاحظت وجود ازدياد العنف خلال الفترة الأخيرة من مواطنين عاديين؟ طبعا في عنف جامد وفي ضرب بالسنج والمطاوي والكلام ده. السبب إيه من وجهة نظرك؟ يعني أنت هناك في المنطقة في شبرا، قول لي كده السبب إيه اللي خلى الناس تخرج عن الهدوء والسكينة اللي كانت معروفة عن طيبة الشعب المصري، الآن لدى بعض المواطنين وليس كل بالطبع ظاهرة العنف ازدادت، ليه؟ السبب إيه من وجهة نظرك؟ عشان ما فيش الأمن وكده، ما فيش أمن. شايف إن عدم وجود تواجد أمني ده مأثر بشكل وآخر على طبعًا. ده مزود ظاهرة العنف. طبعًا. طيب ايه الرساله اللي انت حابب توصلها للمواطنين اللي ازداد عندهم زياده العنف؟ يعني مثلا مشاجره بين مواطن ومواطن على امر بسيط،
تقول له ايه عشان ما تزدادش ظاهره العنف دي في الشارع بالشكل الملاحظ الان؟ احنا عايزين بس الدنيا تهدى وكده والناس تاخد بعضيها وكده وايه والناس تبقى تحب بعضيها وكده زي الاول كده. شكرا جزيلا. نعم.